مع إشراقة صباح يوم جميل استبشرت الناس وارتسمت على وجوه أهل المدينة الفرحة، فقد أعلن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا العام أنه سيرافق الحجيج إلى مكة المكرمة، فسارع الجميع بالالتحاق بالركب النبوي المتجه نحو البيت العتيق. قافلة عظيمة قوامها أكثر من 90,000 حاج يتقدمهم المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله، وقد تجاوز عمره 60 عاما. وبعد أن انتهت مراسم الحج وتوجه الحجاج إلى ديارهم في رحلة سفر متعبة، يحثون الخطى في طريق تلهبه أشعة الشمس الحارقة، نادى مناد بأن يتوقف الجميع عن المسير، وأن يرد من تقدم من القوم ويحبس من تأخر منهم بأمر من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عند غدير خم، حيث تفترق القوافل نحو المدينة ومصر والعراق. توقفوا توقفوا يا قوم، فرسول الله يأمرنا بشيء. هنا أدرك الجميع بأن أمراً عظيماً يدور في خلد الرسول محمد صلى الله عليه وآله، فماذا يريد أن يقول في مثل هذا المكان وبمثل هذه الساعة؟ اشرأبت الأعناق وهي تراقب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بأن يهيئ له منبراً من بعض رواحل الإبل، حتى سار بارتفاع قامة رجل. وما أن اعتلى الرسول صلى الله عليه وآله ذلك المنبر حتى دعا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ليقف إلى جانبه، ثم بدأ بخطاب القوم مسترسلا بحديث طويل، ثم قال متسائلا: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدا علي حتى بان بياض إبطيهما، ونادى بأعلى صوته: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. اكتمل الدين وتمت النعمة بولاية الإمام علي عليه السلام. وبهذه المناسبة نزل الوحي على صدر المصطفى صلى الله عليه وآله قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علي قائد، علي صامد، علي خوض الشداد، علي اسمه وعلي علمه أنزل الفرد الصمد، علي ثورة وعلي جمرة بالحريبة ما لنت، علي قبلة وعلي لجلة صارت الكعبة مهد. علي 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 علي